بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهوا. وإن شاء الله موضوع حلقتنا اليوم انكسار الضوء. الحقيقة بقول لكم لسان طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير. في الحلقة الماضية انتهينا من دراسة معنى الضوء وطبيعة الموجات الضوئية، ثم انتقلنا إلى ما هو الانعكاس في الضوء وكيف تحدث ظاهرة الانعكاس في الضوء. النهاردة إن شاء الله هناخد ظاهرة تانية، وهي انكسار الضوء أو الانكسار في الضوء. قبل زي ما تعودنا قبل ما بنخش على الدرس بنشوف طلباتكم الأول وتعليقاتكم، بحيث نبقى احنا مع بعض ايه لايف. في سؤال جاي لنا من زميلنا مصطفى عمرو، بيقول موجتان صوتيتان ترددهما 255 و510 هرتز تنتشران في الهواء، فإذا كان طول الموج لأحدهما يزيد عن الآخر بمقدار 2 على 3 متر، احسب سرعة الصوت في الهواء. المسألة دي احنا حلينا زيها الحلقة الماضية. فكرتها بتقول نيو 1 على نيو 2 هتساوي لندا 1 لندا 2 على لندا 1. التردد الأولاني 255 والتردد الثاني 510، يبقى التردد الثاني هو الأكبر، يبقى طول الموج هو الأقل، يبقى ده زي ما هو لندا. الطول الموج الأولاني هو اللي بيزيد عن الثاني، يبقى هيساوي لندا زائد 2 على 3. أقدر أجيب قيمة اللندا زي ما قلنا قبل كده، وبعد ما أجيب قيمة اللندا أعوض عنها، تبقى ليها قيمة لندا 2 وأضيف إليها 2 على 3، يبقى أنا كده جبت لندا 1. وعاوز اجيب سرعة الصوت في الهواء يا مصطفى، يبقى هتساوي لندا 1 نيو 1، هتلاقي نفس الناتج لندا 2 نيو 2. ارجع للحلقة اللي فاتت، احنا حلين مسائل زيها كتير عشان بس وقتكم. برضو مصطفى بعت لنا مسألة تانية بتقول اذا زادت سرعة موجة بمقدار 20% من قيمتها، تمام، في حين بقى التردد ثابت، تمام، يبقى في علاقه بين التردد ثابت، النيو ثابته، يبقى في علاقه بين الطول السرعه والطول الموجي. وقلنا الفي هيتناسب تناسبا طرديا مع الطول الموجي عند ثبوت التردد، يبقى في 1 على في 2 هتساوي لندا 1 على لندا 2. قال لي السرعه ايه؟ زادت بمقدار 20% من قيمتها. هنفترض ان القيمه الاولانيه في، يبقى التانية في زائد 20%، تمام، 20% في هتساوي لندا 1 على لندا 2، تمام. يبقى هنا في على في زائد 20% يعني 20 على 100، يعني 2 من 10، يبقى 2 من 10 في هتساوي لندا 1 على لندا 2. جميل، هناخد الفي عامل مشترك، يبقى في على في 1 زائد 2 من 10 هتساوي لندا 1 على لندا 2، تمام. الفي هتروح مع الفي، تمام، يبقى 1 و2 من 10، 1 زائد 2 من 10 يبقى 1 على 1 و2 من 10، تمام، يعني هتساوي لندا 1 على لندا 2. دي معناها 1 و2 من 10، يعني 10، يعني كده 1 12 على 10، مقام المقام بسط، يبقى لندا 1 على لندا 2 هتساوي 10 على ال12، وطرفين في وسطين اقدر اجيب العلاقة ايه بينهم، تمام. خلي بالك المسألة الاخيرة برضو جايلنا من زميلنا او من زميلتنا تقريبا، بتقول ايه؟ من نورة حسان بتقول لي سفينة ساكنة ايه؟ يعني في سفينة اسمها ايه؟ دي ساكنة، تمام؟ ترسل اشارتين صوتيتين الى سفينة اخرى ساكنة، يعني في سفينة تانية بي ساكنة برضو، بترسل اشارتين، واحدة في الهواء وواحدة في المية. ركز معايا، يبقى هنا اللي فوق في الهواء واللي تحت في المية للتوضيح، تمام؟ فإذا وصلت الإشارة المرسلة في الهواء بعد 6 ثواني
من وصول الإشارة المرسلة في الماء، ده شيء طبيعي. سرعة الصوت في الهواء 340 متر على الثانية، بينما سرعة الصوت في المية بتساوي كام يا حبيبي؟ 1480 متر لكل ثانية. يبقى سرعة الصوت في المية أكبر بكتير جدا من سرعة الصوت في الهواء. حلو، يبقى هنا هياخد زمن معين اسمه تي واحد، وهنا هياخد زمن معين اسمه تي اتنين. مين الأسرع؟ الإشارة الصوتية اللي في المية، يبقى هتاخد زمن أقل. ومين الأقل سرعة؟ سرعة الإشارة في الهواء، يبقى دي هتاخد زمن أكبر. قال الفرق في الزمنين دلتا تي، يبقى زي ما احنا متعودين هيساوي تي اتنين ناقص تي واحد، ولا تي واحد ناقص تي اتنين؟ ها، يبقى تي واحد ناقص تي اتنين. ليه؟ لان لو انت قلت تي اتنين ناقص تي واحد الزمن ده اقل، يطلع الفرق في الزمن بالسالب، ومفيش حاجة اسمها زمن بالسالب. تمام؟ طب كويس، احنا عارفين ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى الزمن هيساوي ايه يا حبيبي؟ المسافة على السرعة. الفرق في الزمن قدره كام؟ 6 ثواني. هيساوي الزمن الأولاني بتاع وصول الإشارة في الهواء، هيساوي المسافة على إيه؟ ها؟ على السرعة، ناقص المسافة على السرعة. تمام؟ هعوض عن قيمة في هنا، وعوض عن قيمة في هنا، واخد بالك؟ هيطلع عندي مجهول واحد اقدر اجيب قيمة الدي. تمام معايا كده؟ الموضوع سهل وبسيط. هو عاوز الدي ديت، السرعة الاولانية هنا بكام؟ ها، اللي هي بتاعت الهواء ب 340، يبقى هنا 340، وهنا 1480، والدي ديت ايه؟ اخدها عامل مشترك واطرح الفرق. تمام، اقدر اجيب قيمة مين؟ الدي. تمام، خلي بالك برضو في مسألة تانية جاية لنا برضو من زميلنا أو زميلتنا، مش فاكر بصراحة، هنشوفها حالا. المسألة ديت على الانعكاس في الضوء، جايب لي مراية كده والمراية كده، والزاوية كام؟ 110. الزاوية دي كام؟ 110. تمام، وقال لي في شعاع ضوئي ساقط بزاوية قدرها كام؟ 40. طبعا انا كده قلت صح ولا غلط؟ ها، ايه هي زاوية السقوط؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. يبقى دي اهو، هي المسألة جاية من مين؟ جاية من احمد سمير. تمام، هو بيقول لك ايه؟ تتبع مسار الشعاع الضوئي حتى وصوله على المرآة بي. ديت هنسموها المرآة A، ودي هنسموها المرآة بي. كويس، الشعاع الضوئي ساقط بزاوية قدرها 40؟ لا. ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده إن زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. الزاوية دي كلها 90، والزاوية دي 40، يبقى زاوية السقوط كام؟ 60. تمام؟ معايا كده؟ يبقى زاوية الانعكاس بكام؟ ها، برضه بكام؟ ب 60. معايا؟ هو عاوز يحسب زاوية انعكاس الشعاع الضوئي عن المرآة. تمام؟ يبقى الزاوية دي كام؟ 60. طيب والزاوية دي كام؟ برضه تبقى 60. هو عاوز يجيب الزاوية دي، مش عاوز يكمل مسار الشعاع الضوئي. تمام؟ يبقى زاوية انعكاس الشعاع الضوئي عن المرآة ايه؟ هتساوي 60 ايه؟ درجة، لأن الزاوية دي زاوية الميل ديت 40، يبقى زاوية السقوط 60، يبقى زاوية الانعكاس كام؟ 60. طيب أمال ايه بقى موضوع الانكسار في الضوء أو انكسار الضوء؟ ها، خلي بالك، احنا كلنا بنشوف ظاهرة الانكسار في الضوء ديت في الحياة العملية. تمام، لو احنا جبنا كده كوب من الماء معايا، وحطينا فيه ملعقة او حطينا فيه قلم، ايه اللي هيحصل؟
هتحس ان الالم مكسور او الملعقة ديت مكسورة. ده بيرجع لإيه؟ لظاهرة الانكسار في الضوء. طيب لو احنا شلنا الملعقة دي وحطينا عملة معدنية، تمام، هنلاحظ ايه؟ ان العملة المعدنية ظاهرة في موقع غير موقعها، تمام. طب كويس، ادي الملعقة، بص عليها كده تحس انها مكسورة، هي مش مكسورة ولا حاجة، لكن ايه اللي حصل؟ حصل انكسار للضوء، ونتيجة لانكسار الضوء العين، عين الانسان لا ترى الاشعة، العين ترى امتداد الاشعة، وهنشوف مسارات الاشعة حالا. طيب الحاجة التانية، لو جبنا عملة معدنية وسقطناها في قلب الكوب هنشوفها في موضع اعلى من موضعها الحقيقي. ليه؟ لان العين لا ترى الاشعة، العين ترى امتداد الاشعة. طب لو احنا جبنا شعاع ليزر كده وسلطناه على الكوباية، تمام، لو سقط عمودي هينفذ على استقامته، لكن لو سقطته من فوق بزاوية هيحصل له ايه؟ عملية انكسار. لكن لو سقطته عمودي مش هيحصل حاجة. يبقى ده معناه لو الشعاع الضوئي سقط عموديا ينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انحراف. طب لو سقطت من على بعد كده بميل هيحصل حاجة اسمها السكاترينج، اللي هي تشتت الضوء. يبقى احنا دلوقتي يا شباب حصل عندنا كام حاجة للشعاع الضوئي؟ حصل عندنا حاجات كتير. اول حاجة انكسار، ثم تشتت، ثم امتصاص، ثم انعكاس. بمعنى لو احنا جينا على سطح فاصل زي ما اشتغلنا حالا، هنا مية وهنا هواء، زي ما شفت من شوية، لو انا سقطت الشعاع الضوئي عمودي هينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انحراف او اي انكسار. طب لو انا جيت سقطت الشعاع الضوئي بزاوية معينة ولتكن الزاوية فاي، دي اسمها زاوية السقوط. خلي بالك الشعاع الضوئي هينكسر مبتعدا ولا مقتربا من العمود المقاوم؟ ها، الشعاع الضوئي جاي منين يا استاذ؟ جاي من الهواء على الميه، هينكسر مقتربا من العمود المقاوم. حلو، فين امتداد الشعاع الضوئي؟ اهو ادي العمله المعدنيه اهي، تمام، هنا جسم، هنا اهو الاشعه بتطلع منه على العين. كويس، هتبص تلاقي تشوف الجسم هنا في بعد اعلى من بعده الحقيقي، هنشوف الجسم هنا، يبقى ده اسمه البعد الحقيقي، العملة موجودة هنا لكن انت بتشوفها هنا. ليه بتشوفها في بعد او في عمق غير عمقها الحقيقي؟ بسبب انكسار الاشعة الضوئية. والعين يا شباب لا ترى الاشعة، العين ترى امتداد الأشعة. يبقى اللي بيخلينا نشوف الملعقة مكسورة أو القلم مكسور، أو لو عندنا أجسام في المية بنشوفها في بعد أعلى من بعدها الحقيقي، بسبب إيه؟ ظاهرة الانكسار في الضوء. وقلنا إن العين لا ترى الأشعة، العين ترى امتداد الأشعة. يبقى ده اسمه الإيه؟ ها، العمق الظاهري، لكن ده العمق الحقيقي. في فرق بينهم، الفرق ده ناتج لظاهرة الانكسار في الضوء. يبقى كلمة انكسار في الضوء يعني انحراف مسار الأشعة الضوئية عندما تنتقل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية بهذا الشكل. هنا عندنا عمود مقاوم وعندنا شعاع ضوئي، هنا مية وهنا زجاج. الشعاع الضوئي جاي من المية رايح على الزجاج،
هنا زاوية السقوط اسمها فاي، هنا زاوية الانكسار اسمها سيتا، وادي الشعاع الضوئي الايه الساقط. يبقى ما هي زاوية السقوط؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقاوم. ما هي زاوية الانكسار؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقاوم. ده اسم الشعاع الضوئي الساقط، وده اسم الشعاع الضوئي المنكسر، وده اسمه العمود المقاوم. هنا عشان تحدث ظاهرة الانكسار في الضوء، لابد وأن ينتقل الضوء بين وسطين شفافين زي المية والزجاج، الزجاج والماس، المية والكيروسين، أي وسطين. طيب ليه الشعاع الضوئي حصل له عملية انكسار أو انحراف؟ خلي بالك في فرق بين الانحراف والانكسار، وهنعرف الكلام ده بالأمثلة. إيه اللي غير مسار الشعاع الضوئي؟ ها طيب، هنا كان الشعاع الضوئي جاي منين؟ جاي من المية على الزجاج. طب نخلي حالة تانية، الشعاع الضوئي هيجي ها من الزجاج، العكس بقى هيروح على المية. هنا زاوية السقوط وهنا زاوية الانكسار، ماذا تلاحظ؟ هنا زاوية السقوط أكبر من زاوية الانكسار، هنا زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط. يبقى هنا الشعاع الضوئي انكسر مقتربا من العمود المقاوم، هنا انكسر مبتعدا من العمود المقاوم. ما هو السبب؟ أول حاجة احنا قلنا وسطين شفافين، ولكل وسط حاجة اسمها كثافة ضوئية. المية أقل كثافة ضوئية من الزجاج، أقل كثافة ضوئية يبقى أكبر سرعة، ولتكن V1. الشعاع المنكسر هينتقل إلى وسط آخر وهو الزجاج، أكبر كثافة ضوئية، أكبر إيه؟ أكبر كثافة ضوئية، أكبر كثافة ضوئية يبقى أقل سرعة، ولتكن V2. يبقى ايه اللي خلى الشعاع الضوئي انكسر؟ لانه انتقل بين وسطين مختلفين في السرعة لاختلافهم في الكثافة الضوئية. طب انكسر مقتربا ولا مبتعدا؟ انكسر مقتربا، لانه انتقل من وسط اكبر سرعة واكبر زاوية الى وسط اقل سرعة واقل زاوية. ده معناه أن هناك علاقة طردية بين الزاوية وبين السرعة، فالأكبر سرعة أكبر زاوية، ومن سمى نقول ساين فاي على ساين سيتا بتساوي V1 على V2. حلو. طب هنا حصل إيه؟ هنا زجاج وهنا مية، يبقى انتقل من وسط أقل سرعة، ولتكن السرعة هنا V1 والسرعة هنا V2. خلي بالك هنا في الحالة ديت الـ V1 هي الأكبر من الـ V2، عشان كده كانت الفاي أكبر من السيتا. هنا هينتقل من وسط أقل سرعة، يبقى الـ V1 أقل من الـ V2، يبقى الفاي مالها يا أستاذ؟ أقل من السيتا، عشان كده الشعاع الضوئي انكسر مبتعدا عن العمود المقاوم. يبقى ظاهرة الانكسار يا شباب هي ظاهرة تغيير مسار الأشعة الضوئية عندما ينتقل الشعاع الضوئي بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية وأيضا مختلفين في السرعة. فإذا انتقل من وسط أكبر سرعة وأقل كثافة ضوئية إلى وسط أقل سرعة وأكبر كثافة ضوئية، فإنه ينكسر مقتربا من العمود المقاوم، بينما إذا انتقل من وسط أكبر كثافة وأقل سرعة إلى وسط أقل كثافة وأكبر سرعة، فإنه ينكسر مبتعدا عن العمود المقاوم.
يبقى دلوقتي يا شباب في علاقة بين الزاوية أو سين الزاوية والسرعة، فكل ما السرعة بتزيد كل ما الزاوية بتزيد، وكل ما السرعة بتقل كل ما الزاوية بتقل. السبب الجوهري في انكسار الضوء هو اختلاف سرعة الضوء بين الوسطين. زي ما انت يا حبيبي بتجري هنا وسط أقل كثافة وهنا وسط أكبر كثافة، بتجري في أرض يابسة، انتقلت إلى أرض طينية وانت بتجري مش واخد بالك هيحصل لك ايه؟ هتتزحلق. هتتزحلق يعني ايه؟ يعني مسارك هيتغير. تمام كده يا شباب؟ يبقى كلمة الانكسار في الضوء اختلاف سرعة الضوء بين الوسطين. ايه السبب يا أستاذ؟ لاختلاف الكثافة الضوئية. وما هي الكثافة الضوئية للوسط؟ هي قدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية. تمام؟ يبقى من الشكل ده يسألك سؤال، من الشكل الذي أمامك، من الشكل الذي أمامك فسر انكسار الشعاع الضوئي مبتعدا عن العمود المقاوم. هنقول لأنه انتقل من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية، فانتقل من وسط أقل سرعة إلى وسط أكبر سرعة، وهناك علاقة طردية بين السرعة وبين الزاوية، فكل ما السرعة بتزيد كل ما الزاوية بتزيد، وكل ما السرعة بتقل كل ما الزاوية بتقل، عشان كده هينكسر الشعاع الضوئي مبتعدا عن العمود المقاوم. كويس. يبقى بصفة عامة آدي عندي سطح فاصل بين وسطين وآدي العمود المقاوم. آدي الشعاع الضوئي انكسر مقتربا من العمود المقاوم، يبقى ديت زاوية السقوط وديت زاوية الانكسار، يبقى ديت الفاي وديت السيتا، وهنا الفي 1 وهنا الفي 2. طيب وجد عمليا ان النسبة بين ساين فاي، يعني جيب زاوية السقوط في الوسط الاول، الى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني هيساوي مثلا 1.2. تمام؟ حلو. جيت اجيب النسبة بين ال V1 على ال V2 لقيتها برضو بتساوي نفس المقدار. يبقى ده معناه ايه؟ النسبة بين جيب زاوية السقوط الى جيب زاوية الانكسار هيساوي نفس النسبة بين V1 على V2. يبقى ساين فاي على ساين سيتا هتساوي ال V1 على ال V2. ده اسمه ايه؟ قانون الانكسار في الضوء. ده القانون رقم واحد. طب كويس، القانون الثاني، القانون الثاني الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقاوم من نقطة السقوط تقع جميعا في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل ده. يبقى الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقاوم مالهم يا أستاذ؟ تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل. تمام؟ يبقى النسبة بينهم بتساوي مقدار ثابت. هذا المقدار الثابت، ركز، ثابت لكل وسطين. بمعنى لو كان هنا ميه وهنا زجاج يبقى المقدار الثابت دول لكيمة معينة. جيت هنا حطيت كيروسين وزجاج المقدار الثابت ده يختلف. جبت هنا كحول وجبت هنا زئبق يبقى هنا المقدار الثابت ده ايه؟ يختلف إلى آخره. يبقى المقدار الثابت ده يا شباب نسبة ثابتة لكل وسطين، وبيختلف من كل وسطين عن الأوساط الأخرى. خلي بالك، خلي بالك، لو احنا جينا نعمم الموضوع، ادي السطح الفاصل وادي العمود المقاوم وادي الشعاع الضوئي الساقط وادي الشعاع الضوئي المنكسر. خلي بالك بقى هنا، ما هي الكميات الفيزيائية الثابتة والمتغيرة؟ هنا زاوية السقوط وهنا زاوية الانكسار. هنا الشعاع الضوئي سقط بسرعة اسمها V1 في الوسط الأول،
سرعته اتغيرت الى v2، قلت طبعا ولا زادت؟ قلت. طالما ان الشعاع قرب من العمود المقاوم يبقى اقل زاويه يبقى اقل سرعه، يبقى الشعاع ده انتقل من وسط اكبر سرعه الى وسط اقل سرعه. الشعاع الضوئي سرعته في الوسط الاول v1، سرعته في الوسط الثاني v2، يبقى طوله الموجي في الوسط الاول اسمه لندا 1 وفي الوسط الثاني اسمه لندا 2. يبقى الشعاع الضوئي تردده في الوسط الاول نيو 1 وتردده في الوسط الثاني نيو 2. الكلام ده خطأ. التردد يا شباب ثابت لا يتغير. يبقى عند انتقال ضوء بين وسطين في اي الكميات الفيزيائيه الثابته وايها المتغيره، اول حاجه تتغير الزوايا، تتغير السرعات، تتغير الاطوال الموجيه، تتغير معاملات الانكسار زي ما هنعرف بعد شويه. وبالتالي لكن التردد بتاع الشعاع الضوئي ثابت لا يتغير، ما اقولش هنا نيو 1 واقول هنا نيو 2، ما ينفعش. ومن ثم نقدر نقول الساين فاي على الساين سيتا هتساوي في 1 على في 2 هتساوي لامدا 1 على لامدا 2. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا في المسائل بتاعتي اقدر اجيب علاقه بين الاطوال الموجيه والزوايا والعلاقه طرديه، بين السرعات والزوايا، بين السرعات والأطوال الموجية زي ما أخدنا في الفصل الأول. تمام؟ كويس. النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول وجيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني دي بتساوي مقدار ثابت. المقدار الثابت ده يا شباب هو موضوعنا الحالي. ما هو المقدار الثابت ده؟ ها؟ الساين فاي على الساين سيتا هتساوي في 1 على في 2 هتساوي مقدار ثابت لا يتغير. ايه هو المقدار الثابت ده؟ المقدار الثابت ده يا شباب يطلق عليه باسم معامل الانكسار، لان احنا قلنا المقدار الثابت ده نسبة ثابتة لكل وسطين. معامل الانكسار يا شباب قد يكون معامل انكسار مطلق، معامل الانكسار المطلق، التاني معامل الانكسار النسبي. معامل الانكسار المطلق اسمه ان، معامل الانكسار النسبي اسمه ان واحد اتنين او ان اتنين واحد. ما هو الفرق بينهما؟ هنعرف. يبقى المقدار الثابت ده يا شباب قد يكون ها اسمه ايه؟ معامل الانكسار. ومعامل الانكسار قد يكون معامل انكسار مطلق بنرمز له بالرمز ان، او معامل انكسار نسبي بنرمز له بالرمز ان واحد اتنين او ان اتنين واحد. ما هو الفرق بين معامل الانكسار المطلق ومعامل الانكسار النسبي؟ هل هناك فرق ولا مفيش فرق؟ هنشوف. يبقى رقم واحد معامل الانكسار المطلق، اتنين معامل الانكسار النسبي، دول يا شباب اللي هم بيساووا المقدار الثابت. هنا عشان اقول معامل انكسار مطلق يبقى لازم الضوء يعدي من الهواء على الزجاج او من الهواء على الماء، يعني من وسط لوسط اخر. تمام؟ خلي بالك. يبقى معامل الانكسار المطلق يبقى لازم الضوء يعدي من الهواء على وسط. الوسط ده قد يكون مية، قد يكون زجاج الى اخره. يبقى هنا هواء، الشعاع الضوئي ساقط بزاوية فاي انكسر بزاوية سيتا. سرعة الضوء في الهواء اللي هي الفي 1 بتساوي سي بتساوي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية.
سرعة الضوء في الزجاج اسمها V2 اللي احنا بنسموها V. عاوز اجيب معامل الانكسار المطلق للزجاج. طب لو الضوء هيعدي من الهواء على الماء يبقى اسمه عامل الانكسار المطلق للماء. الضوء هيعدي من الهواء الى الماس يبقى اسمه عامل الانكسار المطلق للماس. الضوء هيعدي من الهواء الى البنزين يبقى اسمه معامل الانكسار المطلق للبنزين. معامل الانكسار المطلق للزجاج هيساوي ساين فاي على ساين سيتا. النسبة بين جيب زاوية السقوط في الهواء إلى جيب زاوية الانكسار في الزجاج، ده هيساوي نفس النسبة بين سرعة الضوء في الهواء على سرعته في الوسط، وهنا والوسط هنا مين؟ الزجاج. سرعة الضوء في الهواء 10^8 متر لكل ثانية. سرعة الضوء في الزجاج بتساوي 2^10^8. يطلع الناتج كام؟ 1.5. كام؟ 1.5. خلي بالك، 1.5 ايه؟ متر على الثانية ولا درجة؟ تختار ايه؟ ها؟ واحد يقول لي 1.5 درجة، والتاني يقول لي لا 1.5 متر على الثانية، أقول لك لا 1.5 فقط. ليه يا أستاذ؟ لأن هنا المتر على الثانية هتروح مع المتر على الثانية، وهنا الدرجة هتروح مع الدرجة، يبقى معامل الانكسار المطلق، معامل الانكسار المطلق لا يميز بوحدات. ومن ثم نقدر نقول ان معامل الانكسار المطلق لا يميز بوحدات. الحاجة التانية، معامل الانكسار المطلق دائما اكبر من الواحد الصحيح. قبل ما نخش في معامل الانكسار النسبي، معانا اتصال تليفوني. الو، الو، ايوه، ازي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. مين بقى معايا؟ روبرت من اسيوط. ازيك يا روبرت، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام؟ تمام الحمد لله. ايه بعد حضرتك سؤال، اتفضل. ممكن حضرتك تكتب؟ قول اتفضل. سقطت قطرة ماء سقطت قطرة ماء على سطح ماء بحيرة تمام ساكن تمام فتكونت 120 موجة تمام خلال نصف دقيقة، خلال نصف دقيقة تمام، فإذا علمت يعني 30 ثانية. فإذا علمت ها أن نصف قطر الدائرة الخارجية أيوه 3 متر، تمام، فإن سرعة انتشار الموجات هي حلو. الاختيارات ها 1 متر لكل ثانية، تمام، نص، 1/10، 1/100. تمام. بص يا روبرت، هنا عرض الموجات كام؟ 120، يبقى التردد كام؟ طيب روبرت قفل معايا. ماشي يا روبرت، خليك معانا، هقولها لك في دقيقة. عرض الموجات هنا 120 والزمن 30، يبقى التردد بتاعهم ان على تي، يبقى 120 على 30 الصفر، روح مع الصفر 12 على 3 في ال 4 هرتز. يا روبرت انت وزمايلك، سقطت عملت كان نصف القطر الدائرة الخارجية 3 متر. انت عارف ان الطول الموجي بيساوي المسافة على عدد الموجات. المسافة هنا بتمثل نصف قطر الدائرة الخارجية، هتساوي 3. عرض المسافة على عدد الموجات، عدد الموجات كام؟ 120. يبقى ده الطول الموجي وده مين؟ التردد. اقدر اجيب السرعة، الفي هتساوي لندا في نيو يا روبرت. الطول الموجي 3 على 120 والتردد كام؟ 4. اقدر اجيب ها 3 في 4 بكام؟ ب 12 على 120، ال 12 هتروح مع ال 12 يبقى تساوي 1/10 متر على الثانية. تمام؟ خلي بالك، نستكمل مع بعض الانكسار في الضوء. اهو هنا معامل الانكسار النسبي، قلنا المطلق لازم يكون الوسط الاول هواء والتاني زجاج، ماس، كيروسين، كحول، المونيوم، اي حاجة. خلي بالك،
لكن معامل الانكسار النسبي اللي احنا بنرمز له بالرمز ان واحد اتنين بيكون بين وسطين ما فيهمش الهواء، وليكن الزجاج والماس. الشعاع الضوئي ساقط من الماس إلى الزجاج فينكسر مبتعدا عن العمود المقاب. برضو معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. مين حضرتك؟ محمد معاك يا مصطفى. ازيك يا محمد؟ محمد من الحمد بني لله سويف. ايه اخبارك يا محمد؟ تمام الحمد. كان عندي سؤال حضرتك. اتفضل. بقول احسب النسبة ايوه بين الطول الموجي لموجتين ايوه تنتشران في وسط واحد. تمام. اذا كان الزمن الدوري للاولى ها نصف الزمن الدوري للثاني. الزمن الدوري الاولى ها نصف الزمن الدوري للثاني. حلو. بس كده؟ ايه هي العلاقة بين الزمن الدوري والطول الموجة يا محمد؟ ايه العلاقة بين التردد والزمن الدوري؟ التردد والزمن الدوري؟ عكسين. التردد مقلوب الزمن الدوري صح؟ حلو. يبقى نيو على تي، يبقى نيو واحد على نيو اتنين هتساوي ايه يا حبيبي؟ تي اتنين على تي واحد صح؟ ايوه. طيب العلاقة بين التردد والطول الموجي ها؟ العلاقة التردد والطول الموجي عكسية. برضو عكسية. يبقى ده معناه ايه؟ نيو واحد على نيو اتنين هتساوي ايه يا محمد؟ لامدا اتنين على لامدا لامدا واحد. اتنين على لامدا واحد، دي رقم واحد ودي رقم اتنين صح؟ ايوه. الايسر بيساوي الايسر، يبقى الأيمن بيساوي الأيمن صح كده؟ صح. يبقى تي اتنين على تي واحد هتساوي لمدة اتنين على لمدة واحد، يبقى العلاقة بينهم علاقة ايه؟ طردية. معايا؟ يبقى لمدة واحد على لمدة اتنين هتساوي تي واحد على تي اتنين صح؟ صح. الزمن الدوري الأولاني نص التاني صح؟ يبقى تي واحد نص تي اتنين، وعندي في المقام تي اتنين، تي اتنين هتروح مع تي اتنين، يبقى لندا واحد على لندا اتنين هتساوي واحد على اتنين. ماشي يا مستر. ماشي. ماشي يا محمد، تحت امرك شكرا يا حبيبي. حضرتك. شكرا. تحت امرك. يبقى معامل الانكسار النسبي، خلي بالك الضوء انتقل من الوسط الاول اللي زود سقوطه فاي إلى الوسط الثاني زود انكساره سيتا. سرعة الضوء في الوسط الأول V1 وسرعته في الوسط الثاني اسمها V2. ومن ثم فإن معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول للوسط الثاني اسمها N1/2 هتساوي ساين فاي على ساين سيتا هتساوي V1 على V2. خلي بالك بقى. هنا معامل الانكسار المطلق. هنا سرعة الضوء لازم يعدي من الهواء على الوسط، لازم عشان اقول مطلق يبقى يعدي من الهواء على اي وسط، من الهواء على الزجاج، من الهواء على الماء، من الهواء على الكيروسين. طيب البسط دائما اكبر من المقام، يبقى سرعة الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط اخر. ومن ثم فان البسط اكبر بكثير من المقام، ومن ثم يصبح معامل الانكسار المطلق دائما اكبر من الواحد. الميزة الثانية لا يميز بوحدات، بينما معامل الانكسار النسبي خلي بالك لو الفي واحد اكبر من الفي اتنين يبقى معامل الانكسار النسبي اكبر من الواحد. طب لو كانت الفي واحد اقل من الفي اتنين يبقى معامل الانكسار النسبي اقل من الواحد. يبقى معامل الانكسار النسبي قد يكون اكبر او اقل من الواحد الصحيح. معامل الانكسار النسبي لا يميز بوحدات. نفس الحكاية، يبقى وجه الشبه معامل الانكسار المطلق ومعامل الانكسار النسبي لا يميزان بوحدات. الفرق، معامل الانكسار المطلق دائما اكبر من الواحد،
النسبي قد يكون اكبر او اقل من الواحد. اذا كانت في 1 اكبر من في 2 يبقى اكبر من الواحد الصحيح. الفي 1 اقل من الفي 2 يبقى اقل من الواحد الصحيح. الحاجة التالتة والاخيرة عشان اقول مطلق لازم يكون الوسط الاولاني هواء، النسبي يكون وسطين ما فيهمش الهواء. تمام؟ خلي بالك بقى، سؤال سهل وبسيط وبيلخبط كل زمايلنا. بيقول لي شعاع ضوئي ساقط من وسط، كانت زاوية السقوط بتاعته 52، يبقى شعاع ضوئي ساقط من وسط لوسط تاني بزاوية سقوط قدرها 52 درجة، فانحرف عن مساره، انحرف عن مساره، هو هنا هينكسر. هو بيقول لي انحرف، يبقى زاوية انحراف الشعاع، قال لك انحرف بزاوية قدرها كام؟ بزاوية قدرها 19. تمام؟ احسب معامل الانكسار المطلق. يبقى سقط شعاع ضوئي من وسط بزاوية قدرها 52 فانحرف عن مساره، ادي الشعاع المنكسر، انحرف بزاوية قدرها كام؟ 19. يبقى زاوية الانكسار ديت بتساوي كام؟ ها خلي بالك، الزاوية دي كلها بتساوي الزاوية دي كلها بالتقابل بالرأس، يبقى الزاوية بتاعت الانكسار اللي هي السيتا هتساوي 52 ناقص 19، يعني هتساوي كام؟ 33. يبقى زاوية السقوط 52، يبقى الان بتساوي ساين فاي على ساين سيتا. زاوية السقوط ب 52، زاوية الانكسار بكام؟ مش ب 19، زاوية الانكسار بكام؟ ب 33. تقدر تجيب معامل الانكسار المطلق تقريبا هيطلع 1.45. يبقى احسب ورايا، فهمت الفكرة؟ يبقى كلمة انحرف يعني هتجيب الزاوية المكملة لزاوية السقوط. تمام؟ في حاجة عندنا مهمة جدا، ايه هي؟ ركز كده، احنا قلنا معامل الانكسار المطلق بيساوي ان بتساوي سي على في، حلو، ده مقدار ثابت، يبقى الان السي اللي هي سرعة الضوء دي مقدار ثابت لا يتغير، 3 × 10^8 في الهواء او في الفراغ، يبقى الان هيتناسب عكسي مع الفي، ومن ثم اقدر اقول ايه؟ ان الان واحد على الان 2 هتساوي في 2 على في 1، يبقى الفي 1 على الفي 2 هتساوي ان 2 على ان 1، دي علاقة. حلو، معامل الانكسار المطلق بيساوي سي على في، السي ده مقدار ثابت، الفي عبارة عن لندا في نيو والتردد ثابت صح؟ لنفس الموجة، يبقى ده كله ثابت، ده كله ايه؟ ثابت، يبقى الان تتناسب عكسي مع الطول الموجي، يبقى معامل الانكسار المطلق يتوقف على الطول الموجي للضوء الساقط ده ونوع مادة الوسط. تمام، خلي بالك نفس الحكاية معامل الانكسار النسبي ان 1 2 بيساوي ايه؟ ها؟ في 1 على في 2. كويس. يبقى ايضا نتوقف على الطول الموجي ونوع مادة الوسط. خلي بالك بقى، احنا استنتجنا علاقة غاية في الخطورة اللي هي دي، ان الفي 1 على الفي 2 هتساوي ان 2 على ان 1. طب ما انت عارف ان الساين فاي على الساين سيتا بتساوي في 1 على في 2 صح؟ مش لسه قايلينها؟ اللي هي قانون الانكسار ديت، هنسميها المعادلة رقم 2. تمام؟ حلو. لو انا جيت ربطت بين 1 و 2 ماذا يحدث؟ اشيل في 1 على في 2 واحط مكانها ان 2 على ان 1،
يبقى الساين فاي على الساين سيتا هتساوي ان 2 على ان 1، يبقى طرفين في وسطين ان 1 ساين فاي هيساوي ان 2 ساين سيتا. مين اللي عمل زي ما انا عملت كده، او انا عملت زي مين من العلماء؟ مع عالم اسمه العالم سنيل، عشان كده بنقول ده اسمه ايه؟ قانون سنيل. اسمه ايه؟ قانون سنيل. جميل، يبقى نلخص اللي احنا خدناه، ندمج بقى. ادي وسطين، والشعاع الضوئي جاي من الوسط الاول الى الوسط الثاني، تمام؟ هنا ميه وهنا زجاج. الشعاع الضوئي ده ليه ايه؟ ليه تردد، تردده في الميه هو تردده في الزجاج، التردد ثابت، تمام؟ الشعاع الضوئي له سرعة في الوسط الأول والمية اسمها الـ V1، وله طول موجي في الوسط الأول اسمه لندا 1، وله معامل انكسار مطلق اسمه N2N1. هذا الشعاع الضوئي الذي انتقل من الماء إلى الزجاج بزاوية سقوط اسمها فاي وزاوية انكسار اسمها سيتا. زاوية سقوط وزاوية انكسار، تمام؟ خلي بالك، خلي بالك، انتقل للوسط الثاني، سرعة الضوء أصبحت V2 والطول الموجي أصبح لندا 2. جميل، يبقى احنا عندنا كم كمية فيزيائية؟ عد كده، 1 2 تلاتة أربعة خمسة. عاوز أضع قانون يلم كل الكميات الفيزيائية دي. أقول لك، ساين فاي على ساين سيتا أهي، خلصت من دول، هيساوي في ون على في تو، هيساوي لندا ون على لندا تو، هيساوي ايه بقى؟ ها، N2 على N1. ليه يا استاذ؟ ما احنا قلنا من شوية ان العلاقة اهي، ان ثبتنا رياضيا ان ال V1 على ال V2 هتساوي N2 على ال N1. جميل، جميل، لا تساوي نيو 1 على نيو 2. ليه؟ لأن التردد ثابت، ما ينفعش. طيب هنا بقى هيساوي معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول للوسط الثاني، هيساوي مقلوب معامل الانكسار النسبي من الثاني للأولاني. طب الحتة دي جت ازاي؟ أقول لك سهلة، ما احنا لسه قايلين إن ال N1 2 معامل الانكسار النسبي من الأول للثاني هيساوي V1 على V2، صح؟ طب ما هو ال V1 على ال V2 دي بتساوي مين؟ N2 على N1. يبقى إذا معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول للوسط الثاني هيساوي الثاني على الأولاني. يبقى معامل الانكسار النسبي بين وسطين هيساوي معامل الانكسار المطلق من الوسط الثاني إلى الأولاني. يبقى معامل الانكسار النسبي من الثاني للأولاني هيساوي الأولاني على الثاني، ان واحد على ان اتنين، تمام؟ خلي بالك، يجي يقول لك انتقل شعاع ضوئي، انتقل شعاع ضوئي من وسط، معامل انكساره 4 على 3، إلى وسط آخر معامل انكساره المطلق بيساوي كام؟ 3 على 4، وده معامل انكساره المطلق 4 على 3.
يبقى ده معناه ان ال ان واحد هيساوي 4 على 3، مفيش واحد، ومعامل الانكسار المطلق للتاني هيساوي 3 على 4. طلب منك ايه؟ قال لك عاوزين معامل الانكسار النسبي من الوسط الاول الى الوسط التاني، يبقى هيساوي المطلق للتاني على المطلق للاولاني. التاني 3 على 4 على 4 على 3، يعني هتساوي 3 على 4، ها مقام المقام بسط، على 3 على 4 معايا، يعني 3 على 4 اشقلب بالكسر يبقى 3 على 4، يبقى هيساوي 9 على 16. طب لو عاوز معامل الانكسار النسبي من التاني للاولاني يبقى المعكوس بتاعه كده. الحمد لله انتهينا من دراسة الظاهرة التانية، وهي ظاهرة الانكسار في الضوء. ان شاء الله في الحلقة القادمة ندرس ظاهرة جديدة، وهي ظاهرة التداخل في الضوء. على هذا الموعد نترككم في رعاية الله وأمنه، مع أطيب الأمنيات وأرق الدعوات بالتوفيق والتفوق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.